thank you قصة رحلة الأعلى المقدس. اه قدس. حنبدا حكيتها 100 مرة استاذ هنبدا حالا. الحوار مع العزيز المستشار طه الخطيب لا ينقطع حتى في الفواصل حتى في خارج الكاميرا. النهاردة أو دلوقتي حالا بنكمل حلقة إمبارح الجمعة. اللي اتكلمنا فيها امبارح على احداث تاريخيه وقصه العام 1977 اللي استاذ طه حكاها لنا ما بين تاسيس حماس ما بين الاعداد لوجود ايران الـ 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 الاسلاميه وظهور الاسلام السياسي ايا كانت كنته تبقى سني يبقى شيعي ايا كان ولكنه هو مفتاح التغيير الطائفي في المنطقه والتفتيت اتكلمنا كتير امبارح والنهاردة الحقيقة بنواصل كلامنا وكان من أهم ما قيل في حلقة الأمس كانت عبارة مصر ليست أوكرانيا وحتى أستاذ طه بعد الحلقة ما والتتر ما نزل كان بيقول لي اه أصل المصريين ما بيلبسوش برتقاني ولو لبسوا برتقاني هيفتكروهم بتوع مشجعي الاسماعي النادي الإسماعيلي صح فاحنا الحقيقة مصر مش أوكرانيا هنكمل كلامنا النهاردة لأن التاريخ مهم علشان نعرف الواقع وكمان نحمي المستقبل المستشار طه الخطيب اهلا بحضرتك مره ثانيه اهلا بك يا استاذه نشوى استاذ طه نشو. امبارح كنا بنتكلم على مصر رايحه لفين جايه منين العالم العربي والخريطه التفتيتيه ليه بعد سايكس بيكو في 1916 كان التاسيس للشكل الجديد من 1977 اتكلمنا على واشرنا الى العراق اشرنا الى اسرائيل اشرنا للمعارضه السوريه الحقيقه وبعض الخلل اللي موجود فيها ولكن النهارده حضرتك كان وعدك للجمهور ان نبدا في قص وسماع حكاية العراق التي يوم الحد اللي هي بكرة إن شاء الله هيبقى ح... مر 25 سنة على نكبتها في العام 1991 لا هو الليلة الساعة 2 الفجر أوه. بيبقى مرور 25 سنة على العدوان الأمريكي تحت عنوان عاصفة الصحراء صحيح وتحرير الكويت ونظرية لما يخرج البعض يقول لك يا عم انتوا هلكتونا انه في مؤامرة ولا فيش مؤامرة لما بنقول ان قصة الاخوان مع مصر بدأت في الـ 2001 ما حدش يقبل يناقش كتير طيب مم. في الـ 2008 اردوغان اتفق مع الفرنسيين في زمن ساركوزي في زمن كان رئيس الحكومة ألان جوبين على ملف سوريا مقابل مقابل انه الاخوان يحكموا مصر في الـ 2008 مم. لما تحكي القصه هذه لحد يقول لك اه يا عمي هي الوثائق مش المحاضر هي السجلات هي التسجيلات اه ليه استاذ ليه الحكايه دي عشان اقول لك انه كل شيء مبني بمخطط مم. اوكي بلاش مؤامره مخطط مم. نشوف الملف في العراقي العراق مثلا في ال75 كان يدوب دوب بيدخل من مرحله الى مرحله وبدا بطريقه مبسطه جدا اعاده تاهيل قطاع التعليم والزراعه وتاهيل الانسان مم. والبنيه التحتيه والبنيه التحتيه وربنا اعطيهم يعني هم لديهم وفره من المال والخيرات يعني العراق كانت تصدر في العام ب 500 مليون دولار تمر مم. مش بترول مش نفط مم. تمر مم. الدولة الثرية وغنية ومن قديم الأزل وما زالت من أغنى دول العالم وستبقى أغنى دول العالم إلى 500 سنة جاية صحيح العراق هذه الوحيدة اللي حيكون فيها بترول بالمناسبة مم. الدراسات الأمريكية لما انحطت انحطت على العراق احتياط العراق 230 مليار برميل نفط احتياطي ما تحت الأرض في العراق مم. وكيف لازم سعر البترول يطلع من 27 دولار ل 150 وكيف يرجع ينزل من 150 ل 100 وكيف يرجع ينزل من 100 ل 30؟ صحيح وما اعرفش بكره الصبح ينزل توقعات انه توصل ل 20 عرفتك كيف؟ ويخرج البعض يقول لك اصلا هي حرب على روسيا لانه خلاص روسيا عشان الاقتصاد هيكسرها هيكسرها البترول والاحتياطي الروسي 300 مليار دولار يا ستي مش هي الدوله الروسيه تتمتع بسدس ذهب العالم صحيح والغاز امريكا دي وهي بتحسب لا لا الذهب 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 أيوة. الذهب سبائك الذهب ايوه سوز ذهب العالم في روسيا مم. انت بتحكي اه حصل عندهم كوارث حصل عندهم كوارث ووقفوا على رجليهم تاني ولا عمرة بتسخن دولة الدول من الدول المتمكنه في الارض تاكل مما تزرع روسيا صحيح يقول لك مش اه اكثر دوله بتستهلك لحوم في العالم الدوله الروسيه الروسي بياكل خمس مرات واجبات لحمه في اليوم هم خلت الله هي بدهم لحمه كتير عندهم اكبر تربيه قطعان ماشيه في العالم م. مش في هولندا مش م. في استراليا م. مش في البرازيل لا لا في م. روسيا م. انا شفت المواشي في سنه 1988 ما كان بده يبدا تحضير انهيار الاتحاد السوفيتي انا كنت في موسكو وشفت بقول له ليش روسيا بتشتري شعير وقمح من امريكا وكندا كتير وليش يعني ففعلا اخذني البعض ووراني ليش يحتاجوه علشان تربيه المواشي مش علشان هم ياكلوا خبز قصه العراق أيوة. كانت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين جمهورية الصين الشعبية مقطوعة وعلى أثر مباراة في تنس الطاولة بين المنتخب الصيني والمنتخب الامريكي بودرة قادر تصالحوا وقررت امريكا ان تعترف بالصين الشعبيه كممثل للشعب الصيني وان تعيد علاقاتها بالصين وتفتح سفارتها في بكين في نهايه ال74 في اخر ايام ريتشارد نيكسون اللي كان بيستعد للرحيل من البيت الابيض بسبب قضيه فضيحة ووتر جيت. فضيحه ووتر جيت. ويجي مكانه روبر فورد روبرت فورد نائبه يصبح رئيس الولايات المتحده الامريكيه يكمل السنتين في الدوره الثانيه بعد اللي كان آه موجود بعد السنة. استقاله رئيس الدوله <applause> ارسلت الولايات المتحده الامريكيه اول سفير امريكي الى الصين كان الطيار الامريكي جورج بوش اللي بعد هيك عرفناه بجورج بوش الاب <applause> كان اول سفير امريكي في الصين في واحد يناير 75 <applause> الدولة الأمريكية هذه البسيطة الغلبانة اللي مش عارفة بكرة شو فيه بعد عشرة أيام من إرسال السفير ده تم استدعائه على عجل إلى البيت الأبيض في عشرة يناير خمسة وسبعين ليضع دراسة دراسة وخلال مهلة ست شهور عندما دولة كبرى في الشرق الأوسط تأخذ دولة صغرى كان عنوان الدراسة التي طلبت من جورج بوش الأمن سفير أمريكا في الصين في الصين في سنة 75 في 10 يناير 75 ما كملش الست شهور في 30 6 احنا موعدين مع 30 6 لأنه ده فرحة المصريين في 30 6 و خط الدفاع ال... تقفيل ميزانية في مصر يا أستاذ لا وتقفيل لا في <applause> أهم لا في أهم تقفيل ميزانية بناء حائط الصواريخ في 30 صحيح. حزيران صحيح. 69 69 فتاة التاريخ الأصلي 30 6 يعني <applause> في 30 ستة عين جورج بوش الطيار الأمريكي السفير السابق في الصين اللي مكث بس عشرة أيام في وظيفته مديرا للسي اي اي في 30 ستة خمسة وسبعين وطلب منه أن يكون ملف الدولة الشرق أوسطية منفصل في إدارة السي اي اي في 1980 كانت الاستعداد للانتخابات ما بعد جيمي كارتر مزبوط. ودخل رونالد ريجن انتخابات الرئاسة وفاز واستحضر معه لنائب الرئيس جورج بوش مدير السائية بدون فصل مم. بدون فصل زمني مم. أمريكا دستور ولازم تتعلم أن الدستور الأمريكي والديمقراطية الأمريكية وممنوع تناقشي لو اكتشفتي فراغ أمني أو سياسي في الزمن مم. بدون فاصل مم. من السي لنيابه الرئاسه مم. وهذا مش موجود في الدستور الامريكي طيب نائب الرئيس في الولايات المتحده الامريكيه لا يناط له اي عمل تنفيذي مم. الدستور هيك بيقول طب لو انيط له عمل مخالف صح؟ مم. طيب لو خالف حسب الملف مم. عين جورج بوش نائب الرئيس الامريكي ريجن أربع سنوات وأربع سنوات ثمان سنوات مزبوط. في الستة وثمانين وهو نائب رئيس كلفوا السيد ريجن كلف نائبه استكمال الملف الذي وضع في الخمسة 75 تحضير الولايات المتحدة للحرب والإعداد لدور التأهيل جنرالات الحرب للجيوش الأمريكية 87 بس هنا لازم اقف بعد اذن حضرتك يا ششتا قبل ما ادخل على الفتره م. دي المرحله ديت كانت بتشهد الحرب الإيرانية العراقيه الايرانيه بتفاصيلها وازعاجاتها وتخريبات سلاحها و... وتحالفات ودخول اسرائيل ودخول صحيح مصر صحيح وتركيا والعالم كله وتمويل عربي ل... للعراق و... وتسليحه مظبوط كده مليارات و... راحت ومليارات اجت كل صحيح احنا بنحكي فيما حصل في ال91 كيف بدا لا عشان أنا عشان نشرح لا. مبدا ما هو أنا بس المؤامره تقوم على خطه وهي موجوده ولا مش موجوده عشان لما بنقول احنا ما أنا عايز بس مشروع ايزنهاور لتوطين الفلسطينيين عام 54 في شمال سيناء أيوة. هو نفسه اللي فتح عام 2001 هو نفسه اللي, اللي حاولوا في, عمد حاول عمد في 2011 يطبقوه صحيح طب هو نفسه أيوه بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال إيه علاقة أو إزاي كانت حرب الخليج الأولى حرب إيران العراق جزء من هذا التخطيط ولا ما كانتش جزء من التخطيط؟ هو ده السؤال اللي عايز أسأله لا لك كان على هامش الملف أن يشعر العراق بالقوة كان يجب أن يشعر العراق في العراقيين عمل لهم دراسات وفي مشكلة في أرض الرافدين العراق عندما يمتلك القوة لا يفكر مأساة طبعاً. هو العراق حقول لك هلأ، لا تحديداً <applause> لا. أهل الرافدين، أهل أهل بلاد ما بين النهرين عندهم المشكلة هاي وحقول لك وين حصلت الكارثة، ولا كان ممكن يفلت العراق بالمناسبة. يعني أنا بعرف ورحت العراق وبعرف كل شيء يعني وكثير من إخواننا قادة الجيش المصري اشتغلوا في العراق وساعدوا في العراق وبنوا في العراق و ومش مش سيبيك من ملامح السياسه في لحظه معينه مم. ما المخطط العراقي والكويت كان سنه 60 يا عبد الكريم قاسم مزبوط. ونفس الادوات تركيا والباكستان صحيح. ونفس الادوات صحيح. بس صحيح. كان في واحد في مصر اسمه جمال عبد الناصر صحيح صحيح قال له لا ما من وين رايح؟ ما تخشش الكويت مم. خشيت الكويت حكون قبلك انا موجود هناك انا هدافع عن الكويت مم. وقف المخطط اللي حصل سنة 87 لا 87 87 بدأ إعداد مجموعة التأهيل اللي هي عبارة عن 375 جنرال أمريكي في صحراء نيفادا تحت عنوان عاصفة الصحراء في ابريل 87، كان في كويت وعراق؟ لا في 87؟ خالص، كانت صحيح. لسه الحرب مع ايران شغالة. إلى أن تم إعلان وقف إطلاق النار في أغسطس 1988. برضه ما كانش في كويت وعراق. صحيح، خالص. صحيح، صحيح. هلا بنشوف العراق امتى الكويت ظهرت امتى في الخ... في القصة. صحيح. يعني أمريكا تستعد لعاصفة الصحراء. من سبعة قبل من ما العرب يسمعوا عن عاصفة الصحراء بأربع سنين. و... وفي حرب تانية شغالة. قبل هذا الكلام عندنا هون هون حنذكر أسماء يعني. م. الاستاذ الفاضل السيد محمد حسنين هيكل م. استاذ الاساتذه في علم الصحافه في الدوله المصريه كبير صحفيين مصر وعمره من العمر 93 ويفتح كل الملفات وهتابعه نفسي مره يفتح ملف العراق م. طب قولي لي ليش العراق م. جد سأليني ليش العراق شو علاقه هيك بالعراق ليش العلاقه <applause> طب ما هذا من الملفات اللي هيكل حمل فيه رسائل هيك سلم الرئيس صدام حسين ونائبه طارق عزيز ابو زياد في 16 4 86 رساله بمضمون معين من, من مين يا فندم من الولايات المتحده الامريكيه بس بدل ما يجي من امريكا على بغداد تخيل انت هيك نزل على بغداد بغداد كانت في الوقت هذا تقصف باشد انواع الصواريخ من قبل الايرانيين وكان الكفه بتميل لصالح ايران ده حقيقي كان حجم الضحايا رهيب في بغداد <applause> في ابريل 86 تخيل هي إيه كان لما يغامر بزياره بغداد في هذه الفتره ما راحش في 88 في ابريل 86 طلع من واشنطن على لندن على بون على موسكو موثقة. من موسكو نزل على بغداد موثقه هذه الزياره اه <applause> بقول الاسم آخر. اه اوكي آه، عيب السؤال لا يعني ما أوكي. <تصفح> لا مش ع... يعني ما في مسؤوليه تقعش <تصفح> <تطعش> على عاتقي <عطخي> <أنا, <على عطخي> انا اتفضل لا اتفضل في سرد المعلومه <تصفح> لا انا عارفه والله اتفضل بس هو ما بيقربش طب ليش بتقربش؟ لا فحوى رساله بدل ما للمصريين امل ومش مش من ناحيه من ناحيه الدعايه لا من ناحيه الواقع الحقيقه مصر فيها رؤيه وفيها مخطط كيف تطلع دول في الشراء وفي الرئيس مش بغالب مخطط يا سيدي الفاضل كل اللي بيمشي ده لما قال الكهرباء بنحل الكهرباء ودخلت سيمنز وبدات تشتغل من شهر خمسه في شهر سبعة أستاذة نشوى كان حجم الشكوى في الكهرباء تصل لا إلى لا ألفين شكوى في لا اليوم يعني الحقيقة حضرتك بتعذبني كده إحنا يعني والسادة الجمهور أرجوك خلينا أيوة كان. في إبريل إبريل 86, 86 رسالة و مع حملها أنا... السيد هيكل أيوة من, و... من واشنطن من واشنطن للعراقيين فحوها. طبعا هو جابها كمعلومة أوه. مش رسالة مكلفة أيوة ولكن فحوى الرسالة كان فحوى الرسالة أن أمريكا ستضربكم فور الانتهاء من حرب ايران ستقوم امريكا بضرب العراق طب وليه واشنطن تبعت رساله زي ديت للبغداد؟ علشان انت هتخرجي منتصره في الحرب وخاصه معركه الفاو لسه ما جاتش فلما تتصرفي في معركه الفاو فتخرجي بنشوه مش نشوه الحوفي بنشوه النصر صحيح فتبدي تتصرفي جهية المنتصر مم. بدون الاستدلال بما لديك من معلومات، فشو اللي حصل؟ فنادى طارق عزيز قال له يا ابو زياد وهذا الكلام هيو يعني هي هيكل يعني ينكر الجلسه هاي تحديدا انا بقول 16/4/86 أستاذة مش مم. مم. مش 57 احنا فيش كنا بنحكي؟ قال له في الموقف الامريكي بعد انتهاء حرب ايران كذا كذا كذا، بالمناسبه في يعني مؤشرات ثانيه معلوماتيه خاصه بموضوع العراق والكويت عند حافظ الاسد وعند كثيرين يعني م. وكان كله مطلوب من ياسر عرفات يجاوب على سؤال محدد اين سيكون الموقف الفلسطيني او العراق دخل الكويت هذا الكلام في ال 88 بس انا م. بحكي على هيكل 86 وثمانين قبل بدء دوره عاصفه الصحراء في صحراء نيفادا في امريكا وبدا الاستعداد لا أستاذ أنا آسفة لازم أقف هنا أستاذ حضرتك بتقول إن الأستاذ هيكل ذهب برسالة من واشنطن إلى قادمًا من واشنطن بغداد من واشنطن أه. إلى بغداد أه. فحواها أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب العراق بالعراق في حال فور انتهاء الحرب أه. مع إيران في حال فور انتهاء الحرب مع إيران أي فح وحضرتك لما سألتك أيوه وحضرتك دلوقتي أه. أنا سألتك ليه الولايات المتحدة تحذر يعني بغداد من هذه الخطوة فحضرتك قلت لي أنهم استغلوا نفس الدراسة اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها ألا وهي يعني جهية القوة عن جهية القوة فأنا دلوقتي خلاص مش مش هحارب إيران أنا هحارب أمريكا أمريكا حارب العالم كويس طب وليه هيك يلعب الدور ده؟ هل كان فاهم؟ اعرفش أنا هن سؤالي يعني أنت عامل 18 حلقة دراسية عبر شاشات الفضائيات خلال السنتين الأخيرات م. حكيت في اليمن وحكيت في سوريا وحكيت في فلسطين وحكيت في الباكستان وحكيت في تركيا وحكيت في مصر وحكيت في, في... طب مرة أحكي في العراق بس ما حكيش عن قطر وحزب الله برضو يعني لا لا حكى عن قطر مم. لا مم. حكى كيف الأمير حمد بن الثاني لما نزل من باريس على جنوب فرنسا وجالوا على الأوتيل ورحب فيه الأمير قطر إجا على الفندق في جنوب فرنسا في كان مم. عشان الامير دوله قطر كان امير قطر دوله قطر مش امير في قطر حمد م. كان حاكم قطر إجا لعند محمد حسن الشيخ عشان يرحب فيه وفهمك كفايه انا اه فهمينا كفايه يعني انا اروح ل في مكان ما انتقل حتى اقوم بالسلام عليها انتقل لشخص امير او رئيس او قائد فانا مواطن من واجبي ان اتحرك الى الامام باتجاه الاخر <applause> بس عندما يتحرك القائد باتجاه المواطن صوره لها نظر يبقى المواطن ده يعني كونيته ايه؟ الحقيقه يعني مضطر اخرج فاصل يا استاذ طه هنرجع حالا نكمل كلامنا ولكن اتوقف هنا آه ونكمل الحديث بعد الفاصل تحياتي لحضراتكم يا ريت تكونوا واعيين للاحداث تحياتي آه والله لا. يعني الحقيقة الحوار مع الأستاذ طه الخطيب في الفواصل أتمنى ألا يتقطع وهو حوار متواصل. أستاذ طه رجعنا تاني ومش عايز أضيع ولا ثانية، آه العراق الآن يعني حضرتك تحب تبدأ منين؟ من ري احنا وقفنا عند رسالة هيكل سنة 86. وأنا بتمنى أكثر من مرة يعني طيب يا سيدي احكي لنا ملف في العراق حتى بس يعني كعرب نفهم احنا هل العراق أذى القضية القومية العربية أم العرب اذوا العراق عندما تخلوا عنه في لحظه الشده. عندما حلت النكبه بارض العراق في 17 يناير 91 م. شنت ابشع حروب القرن العشرين، لا الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه وكل الدارسين والباحثين يتعمدوا الهروب من الحقائق. م. العراق هذا في 40 يوم دمر فيه 870 محطه كهرباء يا استاذه. 775 محطه مياه. م. سرق 60 مليون أنص ذهب من خزائن ودائع الدولة العراقية سرقت المليارات 16 مليار كاش كانوا في الخزائن أخذهم الجيش الأمريكي وتطلع أن تقول لك خسرنا خسرنا خسرت دولتهم في حسابات الورق لكن في مليارات سرقت من العراق بس العراق لم يكن فيه اجتياح من الجيش الأمريكي للعراق في 91 كان الاجتياح لا الحقيقة. لا, لا. دمر العراق في الواحد 91 بشن الحرب النيترون والالكترونات قبل ضرب الصواريخ لانه العراق كان فاهم انه يمتلك مثلا وسائل الاتصال الجافه بتاعه الاف ام اللي كان متعاقد مع الفرنسيين عليها ايوه و... ومحدش قال له انه دي الامريكان هيعطروها بكمبليت نيترون مثلا ضربت الساعه 2 اللي ثلث فجر يوم 17 يناير فوق سماء المنطقه اللي مرتكزها بغداد وصلت الاتصالات مقطوعه <applause> على جنوب اذربيجان ايران تركيا سوريا الاردن مصر هون اللي بيوعوا اللحظه هاي لما قمت انا يعني وقعدت فتحت التلفزيونات والراديو انا بهتم بالراديو كان كل المحطات العالميه مقطوعه خالص ما فيش في مصر تسمعي غير اذاعه صوت امريكا فقط لا غير فكل الراديو من الساعه 2 لل 5 الصبح فقط صوت امريكا مم. فقط لا القاهره ولا الشرق كل المحطات بما فيها الاذاعات المصريه وقفت ده شلل نيتروني تعمد الامريكان لشل حركه وقدرات الدوله العراقيه وبدات عمليه الحرب وتدمير الدوله وبدت الملف اللي مهتم به حضرتك اللي هو صحيح بدا في هذه اللحظه مم. عندما اوعز لسكان جنوب العراق ان يخرجوا كشيعة وسكان شمال العراق كاكراد مم. شق عرقي وشق طائفي هم. في لحظة واحدة في مارس واحد 91 هم. وبدت اللعب يشوفوا درجات المنفعة الأمريكان في الملف العرقي والملف الطائفي فلقوا فيه فوائد كثيرة قالوا هاتوا الملفات رجعوا لملفات السبعة وسبعين كان في عنا احنا الثمانينات حرب آه، روسيا في أفغانستان وتم إحضار مم. وإعداد القاعدة للذهاب إلى أفغانستان. صحيح. في الفترة هاي كل الناس بتطلع بتشوف السعودية وأمريكا والإنجليز ومصر في موضوع القاعدة مم. وروسيا. مم. بس ما حد شاف دور إسرائيل في تربية عناصر وإختراق عناصر القاعدة مم. وتشكيلهم بل وصلت إنه بعض الـ الـ اليهود كانوا يدرسوا الدين الإسلامي لهؤلاء الذاهبين إلى أفغانستان. يحفظ سورة آية ايش في سورة المادة ويسيب آية ايش؟ <applause> ومش قادر يزور بدا ينتقي الآيات يحفظ الآية رقم 14 ويسيب ال 15 وال 16 ويحفظ الآية 17 وهي هذا المفهوم هذا شغل اليهود شغل الأبلسة ما انا حقف هنا لان البعض قد لا يصدق هذا الكلام الذي يحكيه وسستعجيه. انا واجهت احدهم مره على احدى القضايا الشاشه المصريه هون ايوه بس انا هقول لحضرتك انه يعني احد المقبوض عليهم في سيناء منذ عامين آه تم اكتشاف انه امير يعني له جماع له تابعين فتم الكشف انه ليس بمصري ولا عربي وانه من كازاخستان يهودي من كازاخستان فالحقيقه وبقاله له 13 سنه في مصر واسمه الشيخ فولات وده من كان من المقبوض عليهم الحقيقه من سنتين ابيضاني مش مصري ولا عربي ولا اي حاجه ولكنه يهودي من كازاخستان اتفضلي فانو. يا فندم يا استاذه بشور ما هو يعني لقب العالم والشيخ يعني انا كنت بتمتع باسم الشيخ بالمناسبه في فلسطين <applause> وكان عملي في الخدمة العامة يعني كنت خدام أمين عند شعبي يعني واشتغلت فترات طويلة من الزمن يعني حوالي 15 سنة خادم أمين للشعب الفلسطيني وظيفتي خدام كنت خدام في قطاع العمل الإنساني وأهلي وناسي وكل أصحابي بيعرفوا الكلام ده كان اسم الشيخ طه ورغم أني كنت مدير عام وكنت مستشار وكنت وكيل المنظمات الأهلية كلها بانتخابات أنا حاصل على أعلى الأصوات م. في انتخابات ديمقراطية اللي بيلعبوا فيها تحت الأمريكان وجوا الأمريكان عشان يشوفوا الشيخ طه هو هذا وبعتوا لي أهم واحدة في اليو اس ايد في أوروبا مديرة الإقليمي ميسيز كارولين في السبعة وتسعين تمانية وتسعين يا سيدتي مركبات الأشياء خطيرة م. ولكن للإنس... لل... لاصحاب الحقوق، اصحاب الدول يعني انا مثلا المصريين بسرعه البرق الوعي الفطري لديهم استطاع ان يميز بين الخبيث والطيب. بسرعه حرام حرام بجد يعني لانه انت لو حسبت الزمن جماعه الاخوان عادوا 85 سنه عشان يحكموا مصر يسقطوا في سنه يعني معناته حرام فيهم الخبز. في الاخير في المقدرات انت كنت هالتعب في الاخير طلعت جايبه شهاده ما اول ما تأخذ عرق ينمح الحبر بتاعها مم. قلت ازاي بخط من الذهب ولا خد ذهب ولا نيل ده الحبر بتاعها مزيف شهادتي اول ما عرفت انكشف الحبر بتاعها صحيح ده ده ملخص لما حدث في مصر ليه؟ لان الوعي الفطري الانسان المصري لم يسمح بطول الزمن صحيح انا انا هرجع مع حضرتك تاني من من مصر للعراق وتدريب والعلاقه ما بين الحقيقه او يعني اشعال الروح الطائفيه في العراق سنه 1900 في مارس 91 وعجبتهم الامريكان اللعبه فلقوا سهل جدا تطبيقها اين تطبق فافضل مكان لهذه النظريه العرقيه والطائفيه هي الساحه السوريه بتعرفي السوريين حوالي خمس اعراق وسبع طوائف لا احنا كنا في العراق ليه ليه رحنا سوريا دلوقتي يعني انا عايز اكمل بس العراق النتائج اللي وصلوا لها الامريكان من نكبه العراق احنا مم. دخلنا العراق اتدمر العراق 91 وسقط في 2003 مظبوط النكبه حصلت في 91 يا استاذه هذه الحرب لم تكن مجرد حرب انت عدت العراق 500 سنه لورا مم. وتركت الباب مفتوح لعلماء العراق ان يخرجوا تهريب عن طريق الاردن او عن طريق ايران الحدود طويله حوالي ألف ومئة كيلو تربط الحدود العراقيه الايرانيه كثير من علماء السنه السنه م. ذهبوا الى ايران مش م. بس الشيعة م. وكثير من العلماء قتلوا الدولة الوحيده اللي قتل فيها 380 استاذ جامعي في اقل من سنه ونص العالم. في العالم كله في العراق لم يقتل 3800 عالم في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه العراق قتل 3800 خيره نساء العراق مكثوا في السجن عشرات السنوات الدكتور رحاب طه الامه العربيه واهل السنه ورافعية على رايت السنه في ما هي عربيه سنيه من العشائر رحاب طه مكثت 11 سنه في السجن في معتقل ابو غريب مين فزع لها؟ مين سمع عن الدكتور رحاب طه؟ احد علماء البيولوجي في الوطن العربي من اللي قدم لها شيء مكثت 11 سنه لا نحن نعيش النكبه نكبه فلسطين 48 نكبه الامه فيما حدث في العراق شوفي مدى تاثير نكبه العراق تطاول علينا الفرس مره اخرى لكن بمفاهيم جديده من واقع عربي، يقول لك الشيعه، أنا مالي في الشيعه ومالي في السنه، هم السنه ماشيين سنه يعني كويسين يعني حافظين القرآن، ماشيين على هدى القرآن صح يعني؟ يعني هو أهل السنه في كتابنا الكريم بيقول طب ربنا قال لو أهمك وأبوك كفار ما عنده؟ عندهم، لك لهم بالكلمه الحسنه. صحيح. تخيلي ولد في داعش بيعدم أمه، ليش قالت له سيب التنظيم؟ صحيح. سلم أمه لجماعة الداعش وقتلوها. صحيح. صحيح. طب هذا شو علاقته باهل السنه وباهل الشيعه؟ هم. لا هذا شغل يهود شغل ابلسه ده فكر تسلل الى هنا لتنطق بالسنه وبينك وبين السنه ربنا استغفر الله العظيم لا حرام هم. كل اللي بيحصل شو الفرق بين داعش والنصره؟ شو الفرق بين النصرة وانصار بيت المقدس؟ هم. واحرار جيش الشام وانت يعني تقول لي انت جبهه النصره شيء محترم وانصار طب واللي بيحصل في شمال سيناء؟ <متحدث> انا ما لي في داعش انت جبت لي الدوله الاسلاميه هدول جابوا جاب المخدس <متحدث> شبكات التجسس اللي مسكت في 2014 استاذه نشو انت حكيتي على الشيخ اليهودي اللي انمسك في شمال سين <متحدث> طب ما في مجموعه مسكت ثمانية في فبراير 2014 عملاء الاسرائيل <متحدث> شوفي نوعيه الماده اللي كانوا بيلموها الداتا <متحدث> ايش بيتجسسوا على ايش <متحدث> كلها معلومات لوجستيه، موقع المخابرات وين؟ موقع الحربيه وين؟ موقع الشرطه وين؟ م. حاجات مباني ما لهاش علاقه بالحروب يعني نقول اسرائيل والله حطت ملف السلام على جنب وبتدور على المواقع الاستراتيجيه لسلاح المدفعيه مثلا. م. لا لا كانت بتدور على المواقع اللوجستيه في شمال سيناء، الامن المركزي، الشرطه، الدفاع المدني معلومات اوليه، نوعيه الاتصالات، تلفونات الارضيه. بعد كده معظم اللي انمسكوا من انصار بيت المقدس لقوا معهم المواد هاي الـ الـ الامنيه كانوا بيشتغلوا بيتحركوا عليها هي من وين؟ هي اسرائيل كانت بتلمها طب انا شايف اسرائيل بتساعد جبهه النصره طب ليش ما اشوفهاش وهي بتساعد انصار بيت المقدس في شمال سيناء؟ وليش هدول ينحسبوا مسلمين؟ وليش اي واحد من الاخوان المسلمين او من حماس ساعة انصار بيت المقدس من المسلمين؟ ليش يعني؟ اه بيطلع الكيش تكفر حد ماشي بس ليش نحسبه على الاسلام؟ هذه حرب مره علنيه ومره سريه بين الدوله صحيح. المصريه واسرائيل. بس ده ياخذني لسؤال لحضرتك يا استاذ طه يعني اذا ماذا يعني ان تعلن المملكه العربيه السعوديه منذ ايام تكوين التحالف العسكري الاسلامي لمكافحه الارهاب؟ ليه الاسلامي؟ وليه مش العربي اللي دعت ليه مصر في آه انا خايف تزعلي لو شرحت لا مش هزعل المؤ... لا, لا, لا لا مش هزعل هو نفس الحلف بتاع ال 57 ما نفس المصطلح اللي رفضه جمال عبد الناصر برضه عايزين هاور يعني عندنا مز... عندنا عايزين هاور ثلاث حاجات بالمناسبه الرئيس الامريكي الطيب الحلو هذا الادمي عايزين <applause> هاور جد والله كان ادمي يعني حتى كل التاريخ بكتب عليه من خيره رؤساء امريكا يعني شوف م. اخطر ثلاث مشاريع كانت خاصه بالشرق الاوسط توطين الفلسطينيين في شمال سيناء 54 م. حلف بغداد 55 مظبوط حلف اسلامي 57 57 الثلاث عناوين كارثيه لا مرتبطين بانقره ازاي يا استاذ ثلاثه حلف بغداد له علاقه بتركيا والباكستان توطين اللاجئين لازم يتم من خلال رفع العصا التركية في مواجهة الدولة السورية حتى لا يتحرك السوريين في مواجهة المشروع التوطين الحلف الإسلامي بين السعودية وتركيا لتمزيق الدولة السورية في كل المرات هذه كان في عبد الناصر العراق يأخذ الكويت سنة الستين كان في عبد الناصر طيب احنا في عندنا هلا قياده جديده للدوله المصريه بدها تبني البلد مش عم مش طالبه يعني بدها تزرع ترمم الشوارع اه 3500 كيلو يا استاذه انت عارفه صحيح والله مليارات طيب طب بيحبوا البلد ندفع بس يعني فاتحين 118 فضائيه روحوا ادفعوا الضرائب اللي عليكم في ناس من 85 مش دافعه الضرائب وفاتحين فضائيات يا اخي حرام عليك روح سد الديون اللي عليك صحيح بدل ما انت كل يوم جايب لي حد يقول لي السيسي بداني. ما عندوش رؤيه وما عندوش مخطط هو اللي خطط لزراعه مليون ونص فدان واعطاك باكوره انتاجه من 10000 فدان وما رضاش يروح يفتتح الا لما القمح يطلع ده خطه ولا مش خطه؟ ولا استروبيا هيك رش قمح هيك وقعد يتفرج يستنى لا يطلع ما هي دي صحيح مش بدها الصحراء دي جرافات صحيح وبدها تراكتور يحرث وابار ميه لحظه وابار ميه في عمق 500 متر تحت الارض بدك حفرات من نوع معين مم. فلازم تشتري الحفرات عشان ما السوق ما تسكرش في وشك لما تعلن المشروع صحيح فلازم تروح تشتري حفراتك وتراكتوراتك وجرافاتك وتساهم دي الصحراء وتعلن المشروع مم. عشان تفتتحيه لازم تكوني زرعتيه ده مخطط ولا مش مخطط؟ هي سادسه العلم سادسه التخطيط ده مخطط ولا استروبيا القصه؟ الكهرباء اللي ماشية هذه خطواتها هي سيمنز يعني قاعدة هيك عشان أنا مصر خلاص عجبتها إنه تروح تعمل محطات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة طاقة الرياح في جنوب مصر في المناطق الشمسية على مدار السنة عشان هيك بس الجاية تعمل تجارب يعني ما العالم كله عنده طاقة شمسية طب ما في مخطط في ناس بتخطط في البلد علشان البلد عشان انا احكمكم صح لازم اطعميكم صح لازم اعلمكم صح والله فرحه يوم السبت اللي فات بتاعت الاوبرا يا استاذه هذه قضيه 18 من اصحاب الحاجات الانسانيه اللي متفوقين في العلم وفي العمل والله والله المفروض على مدى اسبوع من الاعياد في الفضائيات ويجيبوا الناس هدول ويقابلوهم والله هذه البنت انا وحيات الله ما عندي عنديش والله عندي فضيه صرت ما بلها ثلاث مرات هي مرة. لم تكن الحقيقه من اصحاب من ذوي الحاجات الخاصه لدي. هو في الحقيقه يوم لا السبت لا في عندها مشكله ما لا هو اللي كان عندهم الحقيقه مشكله كانوا مجموعه اتنين. تفوقت صحيح علميا صحيح. وعمليا وتعمل بدون ان تضطر الدوله ايجاد موفق. فرص عمل انا بس يجب يعني ان ياخذ فرص موافقه حضرتك انا الحقيقه مضطر اخذ فاصل عنه. دلوقتي وهنرجع نكمل كلامنا حالا على طول كيف انتقل الملف الطائفي من العراق الى سوريا في يعني حتى 2004. من قبل بالضبط كده حتى من قبل يعني يعني غزو العراق في 2003 كيف كان التفكير في ذلك علشان نعرف احنا فين ورايحين على فين فاصل وهنكمل <applause> تحياتي لحضراتكم يمكن موضوع مهم مش يمكن هو موضوع مهم لانه في التاريخ هي مش حكايات ولكنها الحقيقه حقائق ووقائع يجب ان تظل في الاذهان لحمايه المستقبل تحياتي لحضراتكم بحضراتكم مره تانية في الحياه في الفاصل يعني كنت بتكلم مع استاذ طه على يعني حماس لا يسمع لها احد صوت الان يعني صحيح ان احنا كنا عايزين نعرف كيف انتقل الملف الطائفي من العراق لسوريا من قبل حتى غزو العراق أه ولكن استاذ طه غزه وحماس لا احد يسمع لهم صوت الان هو ايه الموضوع لا في الصوت موجود بس هي هلا تركيا بتعد العده مره اخرى بعوده الاتفاقيات العلنيه مع الدوله الاسرائيليه ورجعوا تاريتهم صحبه من زمان هم قالوا يعني الصداقه مع اسرائيل لا تعوض صحيح والله هم يعني مش حد ثاني يعني صحيح هم من اعلى السلطات عندهم قالوا الكلام ده وهم دخلوا على ملف هم بيعتبروا الملف الفلسطيني منحصر في غزه م. وفلسطين اصبحت فقط قطاع غزه م. وتجاوبت حماس مع القصه من حوالي اربع خمس ايام واعلنت انه مستعده لتشكيل لجنه من الفصائل الفلسطينيه لاداره معبر رفح لحل المشكله وخلاص هم يبعدوا م. تلقفت الفصائل المعلومه والخبر وتسارعوا واجتمعوا كذا وكذا وعملوا اطار للاتفاق بدون تردد رئيس السلطه الفلسطينيه السيد محمود عباس وافق على بنود الاتفاق اللي اعلنته الفصائل الفلسطينيه في غزه وافق عليه بدون شرط ولا تعديل اي حاجه م. لانه في الاخير بده يحل مشكله لانه في مشكله فعلا من كل النواحي في غزه يعني. صحيح ومصر لن تتقاعس في المساعده يعني بس بس خلصوا عشان ما تضلش نقول مصر 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 ما هي من مصلحتها انه نخلص من القصه لكن بواحد اثنين ثلاثه لما اتفقت الجميع وافق الجميع اول امبارح حماس بطلت الله آه. بطلت, تا... بطلت يعني ما... على ت... لا على تلع تلع لا تعالوا نناقش البنود انتم وراح اتحط ثمن شروط جديده وثمن التعديلات تعديلات جديده انتوا اللي قلتوا اه كنتوا بتحرقوا القصه على اساس هالفصل الفصل تطلق في العمليه ويطلع محمود عباس يقولوا ماذا الاتفاق انا مش موافق عليه مم. فيقول لك آه هاي رئيس السلطه اللي مش موافق مش احنا مم. محمود عباس هو اللي بتآمر مع الفلسطيني عشان ما يفتحش المعبر مم. لا سيد محمود عباس وافق مم. وافق كما رات المنظمات هم. يعني الكلمه العليا ما كانتش لفتح آه لكن لكافه الفصائل لكافه الفصائل ما كانتش لفتح وافق السيد محمود عباس وافق هم. عشان نصل مرحلة من الحل يعني هم. بطلت حماس اللي هي اعلنت الفكره لانه حماس عندها حاجه اساسيه خلاص اصبحت تريد الممر التركي القطر الذي أبر عبر تل ابيب بدءا من مشروع الممر الآمن للسدود اللي بيحكوا عليه مينا غزة ومينا غزة وانتصارات غزة له علاقة بالمينا لا يا سيدي مينا غزة اللي هو مينا سدود وممر آمن اللي اتفقتوا عليه في فبراير في واحد واثنين وثلاثة فبراير 2014 م. بحضور خالد مشعل وخالد العطية وأحمد داود أغلو مع كبار ضباط الأمن الإسرائيليين صحيح عشان ما ناخدش وقت كتير عشان الملف في السوي لكن حماس مصرة أن تبقي أهل غزة في حصار في حصار معلن وانه الطرف المصري محاصر غزه مصر اللي بتعطي غزه في اسوا الظروف كهرباء صحيح وعندها مشاكل في الكهرباء كانت بتعطي 30 ميجا لغزه صحيح ومنحه لا مصر اللي رفضت التصنيف وبياخدوا رفض فواتيرها لا ورفض التصنيف وبياخدوا فواتيرها كمنظمة إرهابية يا لا لا مصر لن تصنف أي فصيل فلسطيني بالإرهاب صحيح صحيح إحنا فتح في الزمانات لم نصنف رغم أنه حصل منا مشاكل صحيح <applause> والجبهه الشعبيه حصل منها مشاكل صحيح. وطردوا امنيا ولكن لم يصنف صح. حزب الله وقع في مشاكل مع مصر ولم يصنف بالارهاب صحيح مصر لم تصنف حزب الله بالارهاب معلش صحيح ولم تصنف فتح ولا الفصائل الفلسطينيه قاطبه ولا الجهاد الاسلامي الا في الشق اللي حصل في ال81 ومع ذلك اخواننا في الجهاد بيروحوا بيجوا على مصر الرحب والسعة الخاصة الفلسطينية يعني. هم. خليني اسالك السؤال مباشرة. في القديم يعني ومع ذلك يعني مصر دوله أسألك مش متسامحه, متسامحة. بل دائما تتسامح مع الفلسطينيين. صحيح. والله يا جماعه الخير صحيح. بس للتاريخ علشان ما ما نقعدش نتباكى على اشياء احنا الجيش عارف. المصري الوحيد اللي عمره ما اطلق النار علينا صحيح. استاذ وانا موافقه طبعا وهي التاريخ من 48 لليوم احنا كل الجيش العربي يطلق. يعني انا النار. كما سمعتها بالضبط من من ضباط بالقوات المسلحه يعني على اعلى المستويات فلسطين قضيه مصريه الى الازل من الف للياء صحيح بس انا عايزه الى الابد عفوا عايزه اسال حضرتك سؤال هل هل يعني هذا يعني اللي هو اصرار حماس على افهام استجلال. افهام اهل غزه ان مصر هي المحاصره لهم لا. ان هذا تجهيز او اعداد لاجتياح من رفح هذا <applause> شو لن يستطيع احد ان يحصل على شبر ارض من جمهوريه مصر العربيه مصر مستعدة مقابل كل 100 متر تدفع ميت ألف شهيد والله احنا قبل مش ألف جنيه يا أستاذ طه احنا قبل الجيش بس أنا لا بسأل حضرتك سؤال فيما يتعلق بالطرف الآخر هم كجناع عسكري ينتمي للتنظيم الدولي هم اللي أصروا على توصيف أنفسهم أنهم جزء من الإخوان أصروا لا أنا بسأل حضرتك سؤال أنا هشرح لك لا لا أنا عايز أسأل حضرتك سؤال آه. محدد عشان لازم آه. أرجع للقضية السورية قبل آه. وقتي ما يخلص أيوه أيه. هل هذا إعداد لاجتياح غزّاوي لرفح ممكن أن يكون صاور البعض منهم آه وساوس هذا الموضوع هم لا يستطيعوا التفكير بهذا الاتجاه خالص مم. وإذا فكر أحدهم هو فقط يفكر من إذا كان له ارتباطات مع إسرائيل أو مع التنظيم الدولي مم. يعني إذا فكر أحدهم أنه ممكن أن يصل إلى الشيخ زويد من غزة اقتحاما مم. هو فقط إذا كان فكره مرتبط باسرائيل او بالتنظيم الدولي المرتبط مع بريطانيا وامريكا يعني مش هنعول على ده ولكن ارجع تاني مع حضرتك لا ده والله القانون الحقيقي سيبيك احنا خاسرين خسرنا احنا في مراقه القدس هلا عندنا 150 شهيد اعدام ميداني فيش تعاطف عربي سببه انه انحسبنا احنا الفصيل الرئيسي المقام في فلسطين انحسب على الاخوان المسلمين شو سبب خسائرنا احنا الان م. ما فيش احنا كل يوم بيسقط عندنا شهداء ما حدش معه خبر صحيح لانك انت صنفتي نفسك انك جزء من هذا التنظيم مش صحيح. فصيل مقاوم صحيح عودوا الى فصائل مظله منظمه التحرير وقاتلوا زي ما بدكم والعالم صحيح. كله معاكم كل صحيح. يوم تطلع عندنا وزيره خارجيه في السويد احنا بتقاتل في القضيه الفلسطينيه احسن من الفلسطينيه يعني بالمناسبه كل ما تيجي وزير خارجيه للسويد لازم تكون مع الفلسطينيين ما أعرفش ليش يعني. <applause> احنا سبحان الله الله برزقنا بالمراه <applause> اينما كان طيب. والله حتى لما صار بتقطع عنا ال... انا الضرايب والفلوس أوه. لازم تتدخل ميركل تفك الودايع طيب احنا فضل دلوقتي فاضل لنا, لنا تقريبا سبع دقائق <applause> عايز اعرف كيف انتقل الملف الطائفي من العراق <applause> الى سوريا؟ في الاساس كان التخطيط للملف السياسي <applause> وتطور الملف السياسي فاكتشفوا انه التقسيم الطائفي والعرقي اسرع وافضل نتائج، بعد تجربه جنوب العراق وشمال العراق، <applause> عرقيا اكراد وطائفيا كشيعه في جنوب العراق وصلنا. <applause> يعني حتى شيعيا هلا هلا ممكن الشيعه مع بعض ينقسموا الى قسمين <applause> والصدام قادم في البصره <applause> قبليا صحيح الصدام قادم في البصره <تصفيق> <تصفيق> وفي جزء منهم راح في اتجاه الشمال كمان يعني م. بدون ذكر اسماء في الوقت الحاضر فالامريكان لما سقطت بغداد في 9/4 وبدا تمويل القاعده بالذخائر والسلاح والمتفجرات احكي لي قضيتين امنيات معلومات ب... معلوماتيا مع... بالدقه يعني سقطت بغداد في 9/4 في 3/5 اعلن اعلن السيد بوش الابن انتهاء العمليات العسكريه في بغداد م. في خمسة 5 2003 م. سرق من قاعده المثنى الجويه في جنوب بغداد م. سرق من القاعده الجويه المحتله من قبل المارينز م. الامريكي م. جفات ناس على القاعده من جوا سرقوا 380 طن متفجرات م. مش 380 بذره اه 380 طن يعني, يعني سرقوا 19 لوري محمل بالمتفجرات، دخل 19 شاحنه بليله ما فيها قمر وحملوا 19 شاحنه متفجرات والامريكان ما شافوهمش اه كانوا نايمين بيستريحوا اه اه كانوا نايمين مم. ما شافوهم خالص وما في عندهم كمبيوترات ولا عندهم رادارات ولا عندهم اي حاجه صحيح ولا كاميرات ولا شيء دي الشحنه الاولى مم. في 7/6/2003 سرق من قاعدة جابر بن حيان برضو الجوية تقع بين جنوب بغداد شمال السماوي م. 380 طن متفجرات م. برضو في ليلة ما فيها أمر في أقل من شهر تحكي يعني بتحكي في 760 طن 760 ألف كيلو تي أن تي لمن سلمت هذه المتفجرات مم. وكيف ظهرت القاعدة ابو مصعب الزرقاوي صحيح اللي زرع في العراق عام 97 وتسعين يعني تمهيدات تقول لي العراق سقط في 2003 ماشي يا ماشي لما لفات لما صارت ضربه المبنيين في امريكا في 2001 وواحد في نفس اليوم بوش طلع قال صدام حسين هو تآمر مع القاعدة وشفناهم ضباط مخابراتهم مجتمعين مع المجموعة هاي في براغ في تشيكوسلوفاكيا مظبوط لا اله الا الله طلعت المانيا قالت يا عم استنوا بدا الخلاف الامريكي الامريكي صحيح. الالماني الامريكي صحيح. طلعوا الالمان يوم الاربعاء 12 ايلول قالوا احنا بلغنا يوم الاحد صباحا الامريكان في فيلم جاي عندكم قبل يوم الثلاث يعني يوم تسعة تسعة قبل <applause> يومين من الحادثه يومين الفيلم جايكم لما المخابرات الألمانية اللي قالت هم. يعني ربنا سبحان الله بيرزق الواحد قدرة على التجميع وعدم النسيان والله دي الوقائع موثقة يعني هم. مش طب شو خص صدام والقاعدة هم. عشان لما تظهر القاعدة في العراق آه ما صدام كان طب هو مستغفر الله العظيم يعني الله يرحمه يعني كان الراجل مالوش علاقة في الكلام الفاضي هذا كان بهمه يبعث الواحد على لندن يرجع له ماجستير كيمياء ماجستير فيزياء دكتوراه في العلوم في التقدم الحضاري والانساني والعسكري مش قاعدة ده صحيح اشتغل اشتغل منيح يعني على البلد وقصص طويلة يعني بنتائج انه ملف الاسلام السياسي ده تطبيقه كما خط المخططون اليهود والبريطانيين ما بينفعش. خلينا نسرع الخطو على الطريقه العراقيه ووضع قانون معاقبه سوريا بعد سقوط بغداد العراق 2004 لما شرع قانون معاقبه سوريا في امريكا بالمناسبه الدوله الوحيده في العالم الها قانون في امريكا اسمه قانون معاقبه سوريا لا في عقوبة قانون معاقبه ايران ولا كوريا ولا ليبيا صحيح. ولا حدا ولا الفلسطينيين هي الدوله الوحيده اللي فيها الها قانون باسمها سوريا في م. 2004 قبل قتل الحريري باربع شهور بثمان شهور م. قبل قتل الحريري بثمان شهور طبعا السوريين مسؤولين عن جزء من الكارثه انه انتم دوله عندكم 16 جهاز امني يعني باقي الدول الكبرى في العالم روسيا امريكا مصر مثلا ثمان اجهزه امنيه بريطانيا ثمان اجهزه امنيه هم عندهم 16 م. ده انت الارض اتخلخلت من تحت رجليك بعد ال 2005 ل 2011 ما شفتهاش ليه؟ بس ينفعش هلا ندخل في المحاسبه هلا يا يعني انا مع سوريا ضد سوريا ما ينفعش ما ينفعش اقعد اقول لا والله البعثيين هدول وبشار الاسد وحافظ الاسد كانوا ضد القضيه ضد فتح وضد ابو عمار لا ما ينفعش هم. الان قضيه امة مش قضيه, قضية أم شخص هم. انا مع مصر ولا مش مع مصر؟ هم. ما بناقش كثير ما فيهاش نقاش هم. <applause> انت يا مع سوريا ومصر يا يعني ينفعش عشان هيك انا من 2011 2012 كل روابط التحليل عندي مربوطه في مواجهه حتى زعماء المعارضه السوريه واجهتهم و... كلهم في اكثر من 18 مناظره و... أنا... بل في حتى منهم كان وقح لدرجه ف... انه قال بكره سنه سنه بس بكره نخلص نمشي المجلس العسكري ونحكم البلد كلها واحد سوري أيوه تقولوا الحق مش عليك الحق على الدوله اللي لك تقعد على شاشتها صحيح انا والدكتور يستضيفك ويناقشك طيب انا بس كان في مدير مصري بيستضيفه استاذ دولة. استاذ طه وقتنا خلص الحقيقه الوقت هذه الحلقه لكن حاسأل حضرتك سؤال لازم حضرتك تجاوب عليه في اقل حاضر. من دقيقه في اقل حاضر. من دقيقه حاضر. استاذ طه ايه دور مصر الحقيقه الذي فعلته لحمايه سوريا في 2014 2015 لانقاذ سوريا بالظبط كده لانقاذ سوريا حركه الدوله المصريه بعد 3 سبعه انطلقت في اتجاه كل حول مكونات الدوله المصريه وكيف تستعيد مصر طورها بعد ان تستعيد قدرتها على البناء والاتجاه الاخر كان محاوله اللحاق بالدوله السوريه قبل السقوط الاخير وكان الامريكان قرروا الحرب على سوريا في عشرين ثمانيه 20/8/2013 مش 14 بعد 47 يوم من 3/7 تصارعت الخطى في امريكا لازم يزلزلوا المنطقه من حوالين مصر صحيح نتفق مع الايرانيين ونعطيهم 4 5 زائد 1 الاتفاق النووي الاتفاق الاولي في 24 في, في نوفمبر 2013 ضرب سوريا في 20/8 كان حركه وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي مم. وسبقه وزير الخارجية صاحب الابتسامة الهادئة للدبلوماسية الهادئة م. نبيل فهمي نذكر بعض الأشياء بالخير لأنه الراجل ده تحرك بشكل إيجابي تحرك باتجاه موسكو <applause> أيوه. فكان لازم خطوات موسكو تكون أسرع باتجاه الدولة السورية عما كانت عليه 2011 2012 2013 فكان تدخل السوق الروسي في سوريا بحركه مصريه سابقه اشكر حضرتك على هذا التوضيح الهام كان نفسي الحلقه الطول اكتر من كده استاذ طه الخطيب أو كان نفسي ساعتين والله, آه, والله اه كمان يعني ساتين يعني ساتين آه ساتين. اتمنى ان احنا نعمل حلقه تانية مع بعضنا طب أشطيهم اه والله آه انا بشكر <applause> حضرتك آه لكل ما ذكرته من معلومات وانا بشكر حضراتكم اللي ما يتعلمش من تاريخه بيغلط نفس الاخطاء اللي ما يتعلمش من تاريخه ما بيحميش المستقبل، التاريخ مش مجرد حكايات ان احنا نقولها ونرددها وبعدين نسيبها، لا، التاريخ سندنا علشان حماية أوطاننا، بشكر المستشار والمحلل السياسي طه الخطيب، المحلل العربي الطيب طه الخطيب، وبشكر حضراتكم وبتمنى لكم أوطان آمنة وعقول واعية وضماير صاحية تحمي الوطن والأهل قبل ما تحمي المصالح الخاصه تحياتي لحضراتكم ودايما بلادنا بخير دايما تحياتي شوفنا.